تعالوا بقى نعمل الصنف الحلو. علشان نعمل القاعدة ممكن جدا نستخدم نفس القاعدة اللي عملناها للكيش، اللي هي كانت عبارة عن 280 جرام من الدقيق، عليهم رشة الملح، عليهم 140 جرام من الزبدة الساقعة، عليهم معلقتين من المية المتلجة. هتستخدموها للوصفة دي برضو مفيش مشكلة خالص، بس احنا قلنا نديكوا وصفة كده مختلفة علشان يبقى عندكوا اختيار. طيب التارت اللي بالشوكولاتة للكراست او للطبقة البسكوت اللي تحت هحتاج كوباية من البندق مفروم ناعم جدا، مملح، لا مش مملح لكن محمص، يعني بندق محمص ومقشر ومش مملح، و جرشناه ناعم خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين كوباية من الدقيق الأبيض، معلقتين كبار من السكر، رشة ملح، نص كوباية من الزبدة ساقعة ومتقطعة مكعبات، 3 معالق كبار من المية المتلجة، هننزلهم واحدة واحدة مش مرة واحدة. للحشوة عندي معلقتين كبار نشا، كوبايتين كريمة، 3/4 كوباية من الشوكولاتة القابلة للدهن، ربع رشة ملح، معلقة صغيرة من الفانيليا. نبدأ واحدة واحدة. أول حاجة آخد النشا أحطه في الكريمة على البارد، أقلب كويس جدا، أنزل معاهم الفانيليا، أقلب لحد ما بقى مش لاقية النشا خالص باين في الكريمة. هاخده على النار. بسم الله. يبقى حطينا الكريمة، حطينا جواها النشا على البارد، قلبناهم كويس قوي. هنزل هنا، بما ان الشوكولاتة القابلة للدهن سكرها عالي فانا مش حاطة سكر. طيب ما عنديش شوكولاتة قابلة للدهن ومش عايزة استخدم شوكولاتة قابلة للدهن، وهستخدم شوكولاتة مبشورة سواء كانت دارك شوكولات او ميلك شوكولات او اي حاجة، اوكي اعملوا كده، ولو حبيتوا بقى تضيفوا سكر ساعتها ضيفوا. هنا رشة الملح على الدقيق، بندق مجروش ناعم خالص، محمص لكن مش مملح، بداله ممكن استخدم اي نوع مكسرات انا عايزاه، سكر، زبدة متلجة ومتقطعة مكعبات، واقفل واشغل الكبة. أوقف ولم بالمية، فحنزل دول 3 معالق، حنزل معلقة معلقة، أدي أول معلقة. بسم الله. بس كده، مش محتاجة المعلقتين التانيين، عشان كده بنقول هننزل معلقة معلقة. الخليط ده لازم لازم يخش الفريزر يجمد علشان أعرف أشتغل بيه، بعدين افرده، وبعدين ابتدي اشتغل بيه، بحمصه في الفرن شويه برضو بلايند بيكنج. الاول بحط ورقه الزبده وعليها الفول اللي انا استخدمته، وبعدين لمده 10 دقائق ارفع ادخله تاني 10 دقائق، لاني مش هدخل الفرن تاني، فلازم العجينه تستوي بلايند بيكنج الاول 10 دقائق وبعدين من غير التقيله بتاعتها وكلها مكشوفة في الفرن لمدة 5 دقايق، وبعدين أسيبها تبرد تماما والخليط ده يكون برد تماما، وبعدين أحطهم على بعض. أوكي، هنا عندنا الكريمة اللي بالنشا، وآدي بدأت تسخن، أبتدي أنزل عليها الشوكولاتة القابلة للدهن أو الشوكولاتة الخام المبشورة لو ما عندناش شوكولاتة قابلة للدهن، وساعتها ممكن نحط شوية سكر.
واللي بيحبها كده ممررة يستخدمها برضو ممررة، مفيش مشكلة. وابتدي ايه، اقلب، ادخل كل الدنيا دي مع بعضها، وهفضل اقلب لحد ما الخليط يتقل. وبعدين اسيبه يبرد ويكون عجينة التارت اللي انا دخلتها الفرن تكون كمان بردت. دي العجينة، اجيب بس ورق دانتيل احطه هنا. دي العجينة اللي احنا خبزناها، نفس المقدار اللي في الكبة ارتاح في الفريزر، فبقى ده شكله اهو، ده شكله بعد ما هيرتاح في الفريزر. وبعدين دخل اتفرد في الصينية بتاعت التارت، دخل الأول بورق الزبدة والفول، وبعدين 10 دقايق طلعناه، شلنا ورق الزبدة والفول ودخلناه تاني 5 دقايق، وبعدين سبناه يبرد. بقى ده شكله، أو هتخرموه بشوكة لو انتوا مش عايزين تستخدموا التقلات. بعد ما يبرد تماما بيكون الخليط ده تقل زي ما انتوا شايفين على النار بالطريقة دي اهو، بصوا تقل ازاي. بقوم رفعاه من على النار وسايباه يبرد تماما، وبعدين ابتدي احطهم على بعض وادخلهم تاني التلاجة. بقى عندنا التارت اللي بالشوكولاتة، ممتاز وحلو جدا، طعمه حلو قوي قوي قوي.